من أجمل المدن الساحلية في الغرب الجزائري عين تيموشنت إلى ملاف ميلا في الشرق الجزائري، قدمت كل ولاية عرسها التقليدي الخاص بها. خطرة الرابعة اللي رانا نشاركوا في الطبعة الرابعة تاع دار الجزائر، وإن شاء الله ناتوا لي تراديسيون تاعنا، فينا شوية، فينا جهة القبائل، فينا جهة قسنطينة، تختلف تقاليد. اليوم إن شاء الله راح نقدموا عرس تقليدي لولاية عين تيموشنت والفرقة العلاوي وقرقابو لفرقة إبلال. عين دفلة هي الأخرى كانت حاضرة بالفولكلور الشعبي الخاص بها. ولاية عين دفلة اليوم ستشارك في هذه التظاهرة من خلال تقديم وإبراز موروث ثقافي وسياحي لولاية عين دفلة. وبما أن الجزائر تحتضن إفريقيا، الرقص الشعبي في البوراندي كان حاضرا في دار الجزائر. نحن هنا في الجزائر لتقديم عرض مختصر حول التنوع الثقافي الذي تزخر به البوراندي. دار الجزائر فضاء للتنوع الثقافي والحضاري الذي تزخر به الجزائر.